توقف عن المقارنة. تدرون وش اللي يدمر سعادة الإنسان؟ لما يقارن نفسه بالآخرين. والمقارنة دائما ظالمة. تدرون ليه؟ ليش؟ لأن الإنسان دائما يقارن أسوأ ما عنده بأفضل ما عند غيره. احنا متى نقارن؟ في لحظات السعادة ولا لما ننكسر؟ جاوبوني. لما ننكسر نقول يا حظ فلان والله عنده كذا. المقارنة في لحظات الانكسار ظلم لنفسك لأنها غير عادلة، ولذلك توقف عن المقارنة. ارضى عن حياتك، شكلك، عملك، أسرتك، ترى هي، أقنع نفسك إن اللي أنا فيه هو أفضل شيء. ركز على ما تملك، على النعم اللي عندك، لا على ما تفقد. ترى النعم اللي أنتم فيها اليوم، ترى كلكم يلي هنا، ترى كل واحد منكم عنده نعمة لا تقدر بثمن. أحد منكم جاي على كرسي؟ أحد منكم جاي اثنين شايلينه؟ تراك في نعمة. لا تظن النعمة هذه أنها واجبة من الله، واجب أن تقول والله حقي على الله أنه يعطينا النعمة. لا، مو بحق، الله معطيك إياها هدية. إذا قدر هذه الهدية واستمتع بها. ركز على ما تملك وليس على ما تفقد.